وفي الاستدعاء معنا مشكور ابن غازي الشويشي الياس الشويشي. الياس بحنور، مرحبا. صباح الخيرات سماح، تحية ليك وضيوفك ولكل المستمعين ديالنا. مرحبا بيك الياس الشويشي. هتنا بداو ساعة يعني جايك استدعاء من الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات. وقتاش بالضبط جاي الاستدعاء وبعض التفاصيل من عندك؟ بالضبط كما تعرف سماح، أنا مقيم خارج حدود الوطن، تقدم الحرس الوطني في الجهة اللي نسكن فيها المنزلي، نوقظ حلت له الوالدة، قال له استدعاء باسمي، قالوا له راهو يعيش برا، قالوا له لا معلوماتنا كلها هو يعيش في تونس، قلت له أنا عندي أكثر من 3 سنين مقيم بالخارج. قالوا لها باهي تنجم تصح لنا أنت لهنا، قول له يجي نهار 2 12 جوان ليمثل في الفرقة الخامسة حرس العوينة، واللي هي على الأغلب الأستاذ في الفتوى ينجم يأكد مختصة تحقق في التصريحات الإعلامية للمتهمين او العباد اللي اي يقع انا تجيب هذيك دعوة. علاش الياس شويش، خاطر نحب نفهم تصريحات اعلاميه او تصريحات على الديجيتال، معناها التدوينات او هذا اللي نحبه نفهموه. الكل يقول لي الاستاذ احمد الغربي، الكل تصريح كل اعلامي ما هو تصريح عنده تكنولوجيا ومعلومات واتصال واتصال، يعني حتى تلفزه والاذاعه واي تصريح، تلفزه اذاعه فيسبوك انستغرام كل الدنيا الكل، هذا معنيه به الفرقه الخامسه. به تفضل الياس نسمع فيك. هو في الاول ملاك زمن هذا الاستدعاء مع تصريحي انا في اطار حق طلب حق الرد في منبر اعلامي تلفزه مع زميلتك ملك البكاري، طلب حق الرد للرد على ممثل الهيئه الوطنيه للسجون والاسلاح اللي قال مش صحيح اللي غازي الشويشي تم منعه من الزياره المباشره. لحظه الياس، انا باش نعطيك الوقت الكل، وانا اليوم نحبك تاخذ وقتك ونحب نفهم معك. يعني توا احنا فاهمين علاش الاستدعاء هذا جاء بعد حق الرد اللي مكنتك منه قناه التاسعه على خلفيه تصريح الناطق الرسمي باسم السجون والاصلاح اللي قال بانه مش صحيح. هذه المعلومه منين جاتك بالضبط؟ اسكو محاميك هو اللي قال لك المعلومه هذه، او هذا في اطار ممكن تحليل منك انت ما فهمتش فقلت ما ينجم يكون كان التصريح هذا الوحيد اللي انا قلته واللي نجم يقع على اثره استدعائي؟ نفهم النقطه هذه بالضبط. هو تحليل من المحامي، قال لي على الاغلب وعلى الارجح واضح. تقريبا نسبه 99% على اثر تصريح كذا. فوالا، لكن مش جهة رسمية هي اللي علمت المحامي نتاعك انه التصريح هذا هو السبب في الاستدعاء. لا لا ان شاء الله بدو انا اعرف التفاصيل بحكم الاستدعاء جا البارح ويكاند ما نجموش نعرفوا من جهة رسمية. بيه كتبت شي انت تدوينات ممكن في هذا الاطار بعد الرد على المحامي؟ لا لا لا، ما رديت على حتى محامي، انا على عضو الهيئه الوطنيه للسجون والاسلاح، بالتالي ما كتبتش حتى تدوين، معناها تدوينه اخرى مغايره فيها حاجه مما تدعي انه النيابه او الشيخ الشاكي تتقدم بشكايه، لكن تحليل المحامي على الاغلب وعلى الارجح ليس يقين، وغدوه ناخذ المعلومه انه يا مدير السجن يا رئيس ديوان وزيره العدل هو الشاكي في إطار المداخلة اللي قدمتها قناة التاسعة، وغدوة نعرف أكثر تفاصيل. واضح، يعني بالنسبة ليك الأغلب هو التصريح هذا اللي كنت أنت قلت فيها بأنه مش صحيح كلام أنا تقرأ اسمي باسم السجون والإصلاح. اليوم كيفاش باش تتعامل مع الاستدعاء هذا الياس شويش؟ باش يمشي محاميك باش يمثلك؟ بالضبط، باش نمشيو محامين باش يمثلوني انا هلا. اليوم وما كون داني تخيت كاليكزيل، معناها مانيش قاعد ان جو مي فيكتيميز ولا نلعب دور ضحيه، ولكن كما تعرف سماح انا كان نجي اليوم ثم 3 فرضيات ولا ثلاثه بحذاك نجم نرتبهم، يا باش نبحث ويخليوني في حاله صراح ونجم نرجع نسافر الحاله الاولى، يا باش نبحث ويمنع علي السفر، يا باش نبحث ويقع ايقافي مثل ما وقع ايقاف والدي وتكون هذه سابقه في تاريخ تونس. وبالتالي انا جو سوي 66% ماتيماتيكمون بارلون اني انا نكون ممنوع من السفر ومستقبلي لهنا يضيع.
بحكم اني عندي عائله لهنا، يعني عندي خدمتي، يعني عندي مع حياتي لهنا. اي وبالتالي 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 خليني ندد ونقول معناه انه يعني بعض يطاق اللي هو مازال موقوف، هو ليس سجين كما قال حتى عضو الهيئه، او كما قال حتى معناه الجهات الرسميه اللي دخلت وردت علي في قناه التاسعه. غازي الشاويشي ليس سجين، غازي الشاويشي موقوف على ضمن التحقيق صدر في شأني بتخطيباع مصنف كارهابي للاسف، واللي نحن نصنفوه كمعتقل سياسي تم إصدار بتخطيباع في حقه ظلما وبهتانا. اليوم انا نصبح موضوع تتبع، اليوم انا مطلوب التحقيق لدى فرقه مكافحه جرائم تكنولوجيا والمعلومات، معناه نوقف الوالد نحلو به، مناش طالبينه لا يحطوه لا في غرفة في اي تي، لا يعاملوه خير من الناس، لا خير من الحق العام. هو موقوف يعامل كالمساجين طبقا للقانون المنظم للسجون الصادر في 2001. يعني نمنعوا عليه غاز الشويش الزيارات المباشرة، نمنعوا عليه كتب المطالعة، نمنعوا عليه كتاب القرآن، ونتحدى اي جهة تصور معنا سماح بالمنطق. نحن ما عندنا ما نعمله، سامحني في الكلمة، عائلة باش نخرج للإعلام ونقول غازي الشواشي تم منع عليه الكتب، ألف كل كتب دخله، أو كتاب القرآن ألف كتاب القرآن دخل، أو زيارة مباشرة قال لا ما تمش منعه. وش معناها؟ معناها بالمنطق هما قالوا لنا ادخلوا غازي معناها قابلوا بوكم، ونحن قلنا لهم لا ما نحبوش. في المناسبتين مع إذن القاضي والتصريح الأول في مارس، ونشرت همانا على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح. ونشرت الثاني في ماي. أيوة. وغازي الشواشي لا كان يحب بيسير، هو يحب يقابل عائلته، لكن هو طلب أن يقابل حفيدته اللي بيشتغلق سنة من عمرها راضية، حب يقابلها يقعد معها 12 أو 13 دقيقة حسب ما يسمح القانون في الزيارة المباشرة بدون عوازل وبدون حواجز. أيوة. وتم منع ذلك، ونعتبر هذا غير قانوني وغير إنساني كذلك. بينا نقطة بنقطة باش نحكيه على المنع من الكتب، باش نحكيه على خاطر كيف نقولوا تنكيل ماذا بينا أكثر تفاصيل، ولهنا زادا ما شفناش الحقيقة تقارير من رابطة حقوق الإنسان أو المنظمات، على خاطر أنا كنت نستنى في تقارير واضحة من المنظمات الحقوقية هذيا، لأنه المسألة كبيرة والملف كبير في حجم تدخل منظمات من نوع هذا. بالنسبة للزيارة المباشرة فما شكون يقول لك، فما أساتذة قانون يقولون بأنه راه الزيارة المباشرة هي من صلاحيات مؤسسة السجون والإصلاح، ليست من صلاحيات القاضي. القاضي يعطيك إذن بالزيارة فقط، لكن الزيارة تكون مباشرة وإلا غير مباشرة هذا من صلاحيات المؤسسة السجنية. هذا حكيتوا فيه، ناقشتوا فيه على الأقل المحامين في إطار أنه نلقاو بالك شي كان الأجدر أنه التعامل يكون مع مؤسسة السجون والإصلاح الياس أكثر منه من التعامل مع القاضي متاع التحقيق، يعني الطلب بيكون يوجه لمؤسسة السجون والإصلاح مش يوجه لقاضي التحقيق في إطار نوعية الزيارة الياس شواشي. لا سمحني سمح مستحيل. الإذن من عند قاضي التحقيق مكتوب فيه بالحرف الواحد زيارة مباشرة بدون حواجز بتاريخ كذا 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 كذا، وعلى سلطة التنفيذ والإشراف اتباق الإجراءات اللازمة. هذيك باش يحطوه في بيرو وياخذ وقته وما يدخلولوش أكثر من زوج عباد، والعائلة معناها معروفة لاكوندون وديسوندون مونبر دو فامي كل شيء. هذا واضح، يعني اللي موجود اللي موجود في الإذن هو واضح زيارة مباشرة مش زيارة فقط، زيارة مباشرة. وتنجم مهم التوضيح إدارة البرنامج وتطلعوا عليه مهم. لا مهم جدا التوضيح. به نمشيوا للكتب، إذا ما فهمتش إيش معناها حاجه بركه قولي. حاجه بركه انتي كونتر اكزامبل نوردين بوطار، وفرحنا كي خرج وداخل في إطار حرية الصحافة وحرية الإعلام. نوردين بوطار قدم زوجته عند نفس قاضي التحقيق وعطاها ومشات لدار السجن وطبق نفس الورق، بدل اسم غازي الشواشي بنوردين بوطار واسم زوجة وحفيدة غازي باسم زوجة نوردين بوطار. وفي بالي فما شكون اخرين زادا راشد الغنوشي كذلك تم تمكينه ولا لا في بالي من الزيارة المباشرة، أي يعني فما ناس موقوفين وتم تمكينهم. هذه فهمناها النقطة. هذه النقطة الثانية
مش معناها. ولهنا باش نرجع لك زيدا استاذ اقعد معنا الياس الشواشي بربي حكايه الكتب هذا يا استاذ طلب وانا سمعت تصريح ليك ساعه قبل ما نرجع لك احمد الغربي الياس الشواشي اللي كتب هما كتاب قران وكتاب صافي سعيد في بالي هكا خاطر جدل صافي سعيد فرانكشتاين كمال الرياحي كمال الرياحي الازهر الماجد اللي استدباش في تونس 1956 2011 اللي جاي في معرض الكتاب وكتاب اخر كتاب اخر باللغه الفرنسيه معناها كتاب فيه نتاع ديسيتاسيون جون باولو كويلو نسيت شكون كاتب مع كتاب لا علاقه له بالسياسه ولا علاقه له بالنقد وتم رفض انه يعطيه اي كتاب من الكتب هذوما حتى كتاب القران لا حتى كتاب القران واضح استاذ احمد الغربي بربي هو معنا الياس الشواشي هو لا واضح سماح حسب قانون السجون نتاع 2001 من حقه معنا الفصل 19 يقول لك يحق للسجين الحصول على ادوات الكتابه وكتب المطالعه والمجلات والصحف اليوميه عن طريق اداره السجن وفقا للترتيب الجاري بالعمل معناها هذا حق من حقوقه واحنا ما مراش معناتها انا نحينا من الحق ولا مش حق هو حق بالقانون واضح لكن ما فماش علاش ما يخش يكتب علاش معناتها ما انا واحد من الناس بون بتيت نجم نراقبوا من نوعيه الكتب نجم نمشي معاك فيه ها ولو انه هذه حريه فكر وحريه انه باش يقرا شي يحب لكن علاش ما تعطيهوش ما فما حتى داعي قانوني لعدم تمكينه من الكتب لا ما فماش ما فما حتى داعي لا القانون تاع السجون واضح والتمكين عنده الحق باش يتم تمكينه من الكتب يقرا على روحه علاش هو معناتها معلش ما يقراش واضح واضح الياس شويشي نكمل معك وي الياس اليوم به تقولوا انتم انه فما تنكيل فما سياسه الكيل بمكيالين اللي تقال عليه اي لبعض الموقوفين ساعات في نفس القضيه وغيره يتقال عليه لا لغازي الشواشي احنا بدينا في الاول قلت لي انا والله كيف حللنا قلنا ممكن التصريح الفلاني علاش غازي الشواشي بالذات الياس الشواشي لانه الكلام اللي قلته كله صحيح فما موقوفين مكنوه من الكتب غازي الشواشي لا وانا مانيش قاعده نعطي في رايي قاعده نعطي في اللي موجود غيره مكنوهم من الزياره المباشره غازي الشواشي ما تمش تمكينه علاش هذا غازي الشواشي منعوه من اخراج ملابسه الشتويه بعد ما قدم زوج مطالب تعرف في زون تتبدل اللي خرج ما عنده وين يحطهم غادي شامبو 15 متر كذا مع خمس عباد اخرين حقها وبالتالي معناها ما عنده وين يحطهم يبداو فوق معناها راقد ولا حوايج فوقه ولا يحطهم تحت الفرش منعوه في زوز مطال بالرغم اللي الاخرين خلاهم غازي الشواشي منعوه من تسخين ماكلته في رمضان في شقان الفطر الوغ موقوفين اخرين خلاهم علاش غازي الشواشي بالذات؟ نحن من الاول من اللي كان ما قبل اللي قال غازي الشواشي وقال هو ونعاودها ثم تصفيه شخصيه سياسيه لغازي الشواشي من طرف وزيرة العدل والسلطة القائمة. غازي الشواشي في 11 شهر قدموا ضده ثلاثة قضايا. واحدة مرسوم 54، واحدة في علاقة بال كي قال عندي معلومات اللي رئيس الحكومة قدمت استقالتها وتم رفضها، وفي مرحلة ثالثة القضية زي بخلاف الادعاء بالباطل اللي تم حفظ الملف وطلب غازي الشواشي رئيس جمهورية أن يتنازل على الحصانة ويتقاضى معه في علاقة بالأراضي المسوغة لما كان وزير أمريكا الدولة يعني في 11 شهر ادعاء بالباطل مع ثلاثة قضايا وبالتالي فهمنا أنه تم تصفية شخصية لغازي الشواشي ربما غازي الشواشي كان شارك سياسيا نحكي أكثر من اللازم ضد السلطة القائمة وبالتالي هو اليوم يدفع ضريبة نضاله وضريبة دفاعه على الحقوق والحريات وضريبة نقده ومعارضته الشريفة أنا بدي نصفها شريفة ضد قيس سعيد ومنظومة القائمة واضح هنا سؤالي الأخير الياس الشواشي أنتم كيف الخطوة القادمة وكذلك اليوم غازي الشواشي هو في الإيقاف قاعد يبحث قاعد يمثل أمام قاضي التحقيق ولا كيف صايرة الأمور على خاطر عندنا مديدة توا ما سمعناش فريمون التحيين اللي صاير في الملف اليوم 7 أيام أسبوع بعد لمئة يوم قرابة الأربع أشهر غازي الشواشي من اللي صدرت فيه هو ورفاقه بتقديد تاريخ 25 فبري ولا تطور في الملف باستثناء السماع إلى أحد الوشاس أو المخبر المخبرين الـ XXX ولا مكافأة
التليفونات ومحاوياتهم وكل شيء. الاستاذ نزار العكمي لليوم ما يعرفش وجه القاضي، او القاضي ما يعرفش وجه نزار العكمي، يمكن يعرفوا بالثلاثة، عمرهم ما قابلوا بعضهم. والسيد قابع سجن عنده 4 أشهر، ما تم حتى تهمة اليوم. نستناه نورمالمون محضر ختم البحث يقعد 6 شهور، قابل للتمديد مدة 4 شهور مرتين، لكن هذاك في ظرف استثنائي خاص. المحامين كل ما يتوجهوا إلى قاضي التحقيق يعدهم، سيتم الاستماع، سيتم استنطاقهم، سيتم جلبهم. لازر العكن يتأجلس مرتين جلسة استنطاقه. حاكم التحقيق من أسبوع إلى آخر في عطلة مرضية، وبالتالي حاكم التحقيق في عطلة مرضية، قاضي التحقيق يوعد، ونحكيه على 107 أيام لا فيهم لا مكافحة لا استنطاق ولا أي جديد. إلياس الشواشي، لا أي جديد يذكر في الملف، حتى ورقة حتى حبر ما نضاف على الملف. وبربي سماح، نحن في تحليلنا خلينا نقول أنه على الأقل أنا نحكي عن نفسي، أنا جيل الثورة. أنا في 2011 غلقت 18 سنة، أنا كنت من الناس اللي هبطت وانتفضت وشاركت في الثورة، ولا أعتبر نفسي لا مناضل لا شيء، أعتبر نفسي شاب وطني حلمت بتونس بخير. نحن كنا نعتقد عزما أنه نحن جيل الأمل، وقت اللي أطراف السلطة القائمة اليوم كانوا موالين للأنظمة السابقة، ربما خوفا أو رهبا أو بمبدأ الخلاص الفردي، وكانوا لعمرهم شاركوا في إضراب، لعمرهم صحفوا على عريضة، لعمرهم عملوا تيز أكاديمي، لعمرهم كتبوا كتاب، لعمرهم انخرطوا في جمعية لا حقوقية لا إنسانية لا مدنية لا سياسية، واليوم يجيب للسلطة ومعناها وينكلوا بأبائنا وينكلوا بالعائلات. وأن الترهيب هذا والخوف ما يقفش كان على غازي الشواشي، يتواصل ويشمل العائلة. يعني غازي الشواشي اليوم في السجن ظلما، والدتي تنحكم في 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 مهنتها، ما غير ما نذكر مهنتها سماح، ربما أنت تعرف، لكن خلاها نعيش. وأنا اليوم يعني لهنا أعتبر نفسي في المهجر في الملفة، ما نجمش نروح لتونس، مانيش مرمي روح للمشرقة طبقا للاستدعاء ذاك اللي جاني. حفيدة غازي الشواشي 10 و11 شهر ما تنجمش تقابل بها في زيارة مباشرة، أذن لها التحقيق، لا مطالعة، لا كتاب قرآن، لا زيارة مباشرة، كاميرا مراقبة تقراسه في غرفة 15 متر مربع، بالرغم من التنديد متاع شوقي قداس رئيس لجنة هيئة حماية المعطيات الشخصية، وقال أنهم مخذوش ترخيص ولازم ياخذوا الترخيص من عندي، مخذوا حد شيء. صحيح كنا حكينا فيه. وين ماشيين بالنسبة لي أنا، دخلنا مرحلة العبد. إن شاء الله كنا كما قلت لك، كنت أعتقد نفسي أن يعني جيل الأمل، طلعنا جيل الخطأ، وجيل الخطأ كيف سيتم التدارك هذا. إن شاء الله نقعد ديما فايلين، ربما من نهار إلى ربما ديما تم ديوي ديبا، نحسد الأمل ساعات لكن لا نيأس أبدا، وباش نقعد ديما نناضلوا. ونحن فخورين ببابا اليوم اللي كما قلت لك هو ويسان شرف، هو ورفاقه اللي موقفين معاه ضريبة دفاعهم ونقدهم ومعارضتهم للسلطة القائمة. واضح، شكرا لك الياس الشواشي. وطبعا احنا ديما نقول ان شاء الله اللي عنده حق ياخذ، وربي ظهر الحق.